هنا باش نحضر مع بعضنا بيتي فور بثلاثة مكونات اقتصادي وخفيف. نتعدي للمقادير وطريقة التحضير. عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ مرحمة فوفا. اليوم كالعادة جبت وصفة جديدة باش نعملوا مع بعضنا بيتي فور بمكونات بسيطة وسريعة التحضير. نبدأ بسم الله. عندي لهنا 60 جرام سكر جلاس سكر محور، عندي 200 غرام فارينة، عندي باكو سكر فانيليا، كعبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، وعندي 120 غرام زبدة. نبدأ بسم الله. ناخو بول باش نحط فيه الزبدة متاعي كما تشوفوا لهنا رمولي، معناتها بدرجة حرارة الغرفة طرية، لازمها تكون طرية. باش نضيف عليها هذيك السكر متاعنا، باش نضيف عليها باكو سكر فانيليا، ركز المكونات متاعنا كلهم بالباهي حتى لين يبيض الخليط متاعنا. لهنا باش نضيف حبة البيض، بسم الله، لهنا نلمدو الخليط متاعنا كله من الجوانب كما هكا، ونبداو نضيفو الفرينة متاعنا ونحركو. ندخلوا الفرينة كاملة في الزبدة والعظم والسكر، نخدموها بالباهي. هذه ما يستحقش عجنين، ما نتجيز ندخل المكونات الكل في بعضهم. باش ندخل يدي باش الزبده ما تزيدش تسيح بالدرجه الحراره نتاع يدي. خديت الطبق نتاعي وحطيت عليه بابي كريسون، باش نجي لهنا هكايا من اللوطه باش نحط شويه من العجينه هكا باش نلصق بها الطبق، باش نلصق بها البابي عفوا، باش ما يقعدش يطلع معايا كي نبدا نشكل في البيتي فور نتاعنا.
عليه. توا نبداو نشكلو البيتي فور نتاعنا. تو هذا البيتي فور بعد ما شكلناه باش نجي لهنا هكا ننزل عليها هكا شويه هكا، والا باي حاجه عندي هكا باش نعمل فيها فتحه في الوسط باش من بعد نلقى وين نحط الشوكولاته نتاعي، والا معجون ولا اي حاجه كل واحد واش يفضل معناتها يحط. ننزل عليها هكا شويه من فوق هذا الشكل النهائي للبيتي فور متاعنا. سخنت الفور على 180 درجة من اللوطه من الفوق، نطيبو ونرجع لكم. هذا البيتي فور متاعنا توا خرجته من الفور، شوفوا كيفاش جانا. هذا البيتي فور متاعنا، وانا لهنا خذيت شوكولاتة ذوبتها في بامارين باش نزين بها من الفوق كيما تشوفوا هكا. هذا هي البيتي فور متاعنا، احضر شوفوا كيفاش احشوش بثلاثة مكونات فقط، عملنا احلى بيتي فور. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. فضلا وليس امرا، اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوك الجديد في وصفة اخرى. وبالسلامة.